السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر احمد ندى، والنهارده ان شاء الله هنبدأ مع بعض اخر يونت في المنهج بتاع الساينس بتاعنا اللي هو يونت 3. بيتكلم عن ايه يا مستر؟ بيتكلم عن الفوسلز اند بروتكتنج سبيشيز فروم اكستنكشن. طب يعني ايه فوسلز؟ فوسلز يعني حفريات، وبروتكتنج سبيشيز فروم اكستنكشن يعني وحماية الاصناف او الفصائل او الانواع من الانقراض. فهنلاقي نفسنا ان اليونت ده هيتقسم لتو ليسونز، كل ليسون هيتكلم عن ايه جزء. ليسون 1 هيتكلم عن الفوسلز اللي هي الحفريات، وليسون 2 هيتكلم عن الاكستنكشن اللي هو الانقراض. طيب تعالوا يلا بينا يا شباب نبدا ليسون 1 بسرعه عشان ما اضيعلكوش وقتكم. اتفقنا ان ليسون 1 يا شباب بيتكلم عن الفوسلز. فوسلز يعني ايه؟ حفريات. طب واحنا عندنا في مصر حاجه زي كده؟ اه عندنا. حضرتك لو رحت حاجه اسمها الجيولوجيكال ميوزيوم اللي هو المتحف الجيولوجي ان زهراء المعادي، موجود في زهراء المعادي، تقدر تروح له حتى لو بالمترو، تمام؟ هتلاقي هناك فوسلز كتير جدا. المتحف ده مخصص للفوسلز بس، لحفريات بس. اهو اسمه الجيولوجيكال ميوزيوم، موجود فين؟ موجود في زهراء المعادي. اتفقنا كده يا شباب؟ للي يحب يروح يزور المتحف ويتفرج على الفوسلز اللي موجوده هناك. قال لي طيب دلوقتي احنا عايزين نعرف الكونسبت اوف فوسلز، يعني ايه حفريات؟ ايه هو مفهوم الحفريات؟ قال لي الاول تعالى نتكلم كده عن الفوسلز، ان هي considered as an exciting world، انها بتعتبر عالم مثير. tells us about the deep past، بيخبرنا اشياء كتير عن الماضي. millions years ago، وكمان الاشياء دي ممكن تعود الى ملايين السنين، يعني تقدر تعرف حاجات كانت موجودة من ملايين السنين حتى قبل ما الانسان يتخلق، ايه الكائنات والحاجات اللي كانت موجودة. even before the creation of man، يعني قبل خلق الانسان، on earth، على الارض. قال لي طيب يبقى دلوقتي احنا عايزين نطلع definition للفوسلز للحفريات، وفي two definitions هينزلوا من الفوسلز او هيخرجوا من الفوسلز اللي هي traces و remains. فوسلز يعني حفريات، traces يعني اثار، remains يعني بقايا. طيب يعني ايه فوسلز بقى؟ قال لي الفوسلز they are traces and remains، هي آثار وبقايا of old living organisms، لكائنات حية قديمة. that are preserved in sedimentary rocks، تم الاحتفاظ بيها أو احتفظ بيها في الصخور الرسوبية. الصخور الإيه؟ الرسوبية، اللي هي بتتكون طبقات layers كده فوق بعضها، طبقة فوق طبقة فوق طبقة. تمام كده يا شباب؟ قال لي زي ما اتفقنا طلع عندي دلوقتي two definitions جداد بعد ما عرفت الفوسلز، المفروض إن أنا أعرف يعني إيه traces ويعني إيه remains. التريسز، traces of once an living organism، يعني هي آثار لكائن حي قديم. indicate to its activity during its life، يعني بتشير إلى نشاطه أثناء حياته، يعني لما كان عايش كان بيعمل إيه؟ إيه الآثار المتبقية من حياة الكائن ده؟ قال لي هتلاقي هنا two examples اللي هما الورم ستانلز، الأنفاق بتاعت الديدان اللي كانت بتعملها لما كانت عايشة، طبعا اتحولت لفوسلز الحفريات واتحجرت، ففضل الاثار بتاعه التانلز بتاعتها موجوده. وكمان الديناصورز فوت برينت اللي هي الطبعه بتاعه القدم بتاعه الديناصور، فضلت برضو محفوره او موجوده على بعض الصخور، فبالنسبه لنا دي تعتبر فوسلز. الاثنين دول تريسز. تريسز يعني ايه؟ اثار، ده اثر لكائن حي كان عايش من زمان اثناء حياته طبعا. لان الريمينز البقايا هي trees that indicate the remains of once and living old living organisms after death، لأن البقايا هي آثار أو بقايا بتشير إلى حياة كائن معين أو إلى كائن قديم after death، بعد وفاته، يعني في جزء من جسمه اتبقى بعد وفاته، الجزء اللي اتبقى ده بسميه remains. اتفقنا كده؟ طب زي مين؟ قال لي remains of shark's teeth اللي هو بقايا أسنان سمكة القرش، and remains of dinosaur's skull، وبقايا ها جمجمة الديناصور. اتفقنا كده يا شباب؟ مهم جدا في الستيب الأولى دي، الخطوة الأولى دي، إن أنا أعرف الفرق ما بين الفوسلز والتريسز والريمينز، والإكزامبلز بتاعتهم طبعا تتحفظ، لأن اليونت ده معظمه حفظ كتير جدا. اتفقنا يا شباب؟ طيب قال لي طب إيه هي التايبس أوف فوسلز أند ويز أوف فورميشن، يعني أنواع الحفريات وطرق تكوينها، أنواع الحفريات وطرق إيه تكوينها. قال لي ان الفوسلز are classified according to the way of formation، يعني الحفريات لما جينا نقسمها قسمناها على حسب طريقة التكوين او البريسرفيشن، يعني طريقة الحفظ، تمام؟
into several types إلى أنواع كتير. From which منها يعني من الأنواع ديت هناخد four بس أربعة بس. أول حاجة complete body fossils أو fossils of complete body يعني الحفريات اللي جسمها كامل لقوها جسمها كامل. تاني حاجة المولد اللي هو القالب. تالت حاجة الكاست اللي هو الطابع. وبعد كده البتريفايد فوسيلز اللي هي الحفريات المتحجرة. يبقى تاني نقولهم مع بعض: fossils of complete body, mold, cast, petrified fossils. ودلوقتي يا شباب تعالوا بينا ناخد نوع نوع ونشوف كان بيتكون ازاي والاكزامبلز بتاعته ايه، الامثلة اللي موجود عليه ايه. هنلاقي ان fossils of complete body الحفريات ذات الجسم الكامل يعني الحفريات اللي هو اجسامها كاملة كان ليها طريقة معينة في الفورميشن في التكوين. طب هي كانت عبارة عن ايه؟ قال it is a type of fossils ده نوع من الحفريات which was formed اللي تكون as a result of نتيجة the rapid burying الدفن السريع of organism as soon as يعني بمجرد الديد بمجرد ما مات الدفن بس مش في اي حتة in a medium في وسط preserves it حفظه from decomposition من التحلل. طب ايه الوسط اللي هيحفظ الجثة دي من انها ما تتحللش؟ السنو والامبر. سنو يعني الجليد والامبر يعني الكهرمان، هنعرفهم دلوقتي كمان شوية. قال لي كمان it keeps the whole shape and all details of the body يعني الحفريات اللي من النوع ده بتحتفظ بالشكل كامل الشكل كله موجود and all details of the body وكمان تفاصيل الجسم. يلا بينا نشوف الاكزامبلز يا شباب. يلا بينا. قال لي اول اكزامبل هناخده اللي هو الماموث فوسيلز اللي هو حيوان الماموث لما مات طبعا اتدفن بسرعه احتفظوا بيه او من حسن حظه يعني ان كان حواليه ميديم معين وقع فيه اتدفن فيه فقدر ان الميديم ده يحتفظ بشكله كامل لحد ما لقوه. طيب زي ايه مثلا؟ قال لي ان الماموث دوت a type of elephant نوع من انواع الفيلة was extinct by the snow avalanche يعني انقرض في العصر الجليدي occurred in the Siberia from 20,000-25,000 years ago من 25,000 سنة. يبقى الماموث ده نوع من انواع الفيلة انقرض في العصر الجليدي في حتة اسمها سيبيريا من 25,000 سنة. وان الفيرست ماموث اول ماموث اكتشفوه was discovered in the last century كان في القرن الماضي which keeps the whole shape احتفظ بشكله كله hair شعره flesh اللحم and food in its bowels يعني حتى الاكل اللي كان في تجويف الفم بتاعه او في بقه لقوه زي ما هو. تمام؟ قال لي طب ال way of formation الطريقه اللي اتكون بيها الفوسيلز دي الماموث الحفريه دي اتكونت ازاي؟ قال لي when it did and rapidly buried in snow يعني لما مات واتدفن بسرعه في الجليد its body didn't decompose يعني جسمه لم يتحلل اللي هو ده. وده كده شكله وهو محفوظ في المتحف طبعا حاطينه في متحف الفوسيلز اللي الاوادي حطوها في متحف طبعا في ظروف معينه عشان ما تتحللش. اتفقنا كده؟ يبقى تاني اول اكزامبل للكومبليت بودي فوسيل يعني اول مثال للكومبليت بودي فوسيل هو الماموث فوسيل. تمام كده؟ طيب تاني اكزامبل تاني مثال قال لي الامبر فوسيلز. امبر ايه؟ فوسيلز. قال لي during some old geological ages أثناء بعض العصور الجيولوجية القديمة there were common pine trees كان في شجر أناناس مشهور جدا ومعروف جدا which secreted resinous matter بيفرز مادة اسمها resinous matter that cover insects دي مادة لزجة شوية كده بتغطي جسم الحشرات. طب الطريقة اللي تكون بيها الفوسيلز دي قال لي after the resinous matter solidifies بعد ما المادة دي بتجمد it change into amber بتتحول الى كهرمان which preserve the food sorry the bodies of these organisms يعني اللي بتحتفظ باجسام الانسكتس دي الحشرات دي inside it from decomposition وتحميها من التحلل. وده بيكون شكلها هتلاقوا كده الامبر دي ماده تمام في البدايه كانت لزجه بعد كده نشفت على جسم الحشره فاحتفظت بالحشره دي جواها وحمتها من التحلل. اتفقنا كده يا شباب؟ على فكره ده بيعتبر من الاحجار الكريمه بنعمل بيه اكسسوارز كتيره جدا زي الخواتم والسلاسل والسبح. اتفقنا يا شباب؟
يبقى كده دول التو اكزامبلز بتوع الكومبليت بادي فوسلز اللي هم الماموس فوسل والامبر فوسل. اتفقنا كده يا شباب؟ يبقى كده الكومبليت بادي فوسلز خلصت، ده كده اول نوع. طيب ايه هو الامبر؟ قال ات از سوليديفايد ريزونانس ماتر، هي المادة اللي اسمها ريزونانس ماتر اللي حصل لها سوليديفيكيشن، تصلب او جمدت، which was secreted by pine trees، واللي افرزت عن طريق الباين تريز in all geological ages، في العصور الجيولوجية القديمة. قال لي give reason، هو ليه الامبر is considered suitable medium، بيعتبر وسط مناسب for formation of complete body fossils، ها بيعتبر وسط مناسب لتكوين الحفريات ذات الجسم الكامل. قال لي because it preserves the bodies of insects from decomposition، لانه بيحمي اجسام الحشرات من التحلل. تعالوا نروح لتالت نوع، تاني نوع اللي هو المولد. تاني نوع اللي هو المولد. قال لي ممكن تلعبها في البيت كده، لو عندك حاجة قالب مثلا بتاع كيك، حتى لو حطيت فيه العجينة وطلعتها منه، مش العجينة اللي طلعت دي من القالب ده اخدت شكل القالب من جوه، صح كده؟ يبقى القالب عبارة عن ايه؟ ها قال لي خد بالك من الفيس باترن، الفيس ده الوجه ده carries internal details of the face mask، كان بيحمل التفاصيل الداخلية للفيس ماسك، للماسك ده. قال لي اهو الجزء اللي انت شايفه ده كده بتاع الوش ده، حتة العجينة اللي اخدت التفاصيل بتاعة الماسك من جوه، ده اسمه مولد، اسمه قالب، اسمه ايه؟ مولد، ماشي؟ قال لي طب ممكن نعمل activity؟ قلت له ممكن نعمل activity، هات الماتيريالز دي، المواد ديت، اتفقنا؟ وتعالى نجرب. هنجيب اي حاجة ليها internal details كده، ليها تفاصيل داخلية، ونحط فيها كلاي اللي هو الطين الصلصال، ونضغط عليها وبعدين نطلعها منها. ايه رأيك المولد اللي تكون، القالب اللي تكون ده، مش اخد التفاصيل الداخلية بتاعت الجسم ده؟ يبقى دوت ايه؟ مولد، صح كده؟ يبقى المولد هو عبارة عن ايه؟ قال لي solid mold fossil عبارة عن ريبليكا، هو نسخة من ال internal details، من التفاصيل الداخلية of the structure of an old living organism، ليه؟ لتركيبة كائن حي lived after its death، اللي تركت بعد وفاته، in sedimentary rocks، في الصخور الرسوبية. طب هي الاكتيفيتي مهمة يا مستر؟ لا، انا كل اللي عايزه من الاكتيفيتي انك تحفظ الديفينيشن بتاع السوليد مولد فوسل، وتعرف ان هو carry the internal details، بيحمل التفاصيل الداخلية، تمام كده؟ قال لي طيب مين الاكزامبلز بتاعته؟ قال لي عندنا ثلاثة، امونايتس، نيمولايتس، تريلوبايتس. امونايتس، نيمولايتس، تريلوبايتس، والثلاثة دول ها حفريات عبارة عن كائنات بحرية كانت بتعيش في المية او في البحر، اتفقنا كده؟ وده كان اشكالها، ده طبعا السوليد مولد اللي لقوه للايه؟ للكائنات دي. قال لي طيب ازاي الامونايتس تكونت؟ هاو ار امونايتس اللي هي سوليد مولد دي، او المولد اوف سنيل اللي هو المولد القالب بتاع القوقعة، اتكون؟ قال لي تعالى نمشي الستبس دي مع بعض. قال لي اولا when the snail dies او claim dies، لما القوقعة دي بتموت، it falls on the sea floor، بتسقط في قاع البحر. where its soft parts decomposed، والاجزاء الطرية او الاجزاء الايه السوفت الناعمة اللي فيها بتتحلل، leaving the shell which is buried in the sediments، وبتترك الصدفة بتاعتها مدفونة فين؟ في السيدمنتس، في الرواسب اللي في قاع البحر. طب وبعدين؟ قال لي the sediments fill up the shell cavities، يعني الرواسب بتملى الايه؟ الصدفة والتجاويف اللي جوه الصدفة، and solidify as time passes، وبت ايه؟ بتتصلب، تبتدي الرواسب دي تتجمد جوه الصدفة بمرور الوقت، وبعد فترة the shell decomposes، الصدفة دي بتتحلل completely بالكامل، leaving a solid rock mold، وتسيب وراها ايه؟ solid rock mold، قالب صلب، carry the internal details of the snail، وبيحمل التفاصيل الداخلية بتاعت القوقعة. اتفقنا كده يا شباب؟ عرفنا ال 3 examples، ammonites، pneumolites، trilobites، دول التلاتة بتوع المولد، اتفقنا كده؟ وعرفنا ازاي الامونايتس بتتكون، عشان ممكن تجيلك حاجات من دي في الكمبليت، خد بالك. في هنا لايف ابلكيشن على المولد اللي هو الكاندل مولد. ساعات انت بتشوف شمع باشكال غريبه كده، صح؟ طيب هو الشمع ده بيبقى شكله كده فعلا، ولا هو بيتصب في حاجه قالب معين ليه شكل معين، ولما بيجمد وينشف
بنطلعه من القالب ده فبياخد الشكل اللي احنا عايزينه. برافو عليكم. لا احنا بنعمله ميلتنج، بنسيحه الاول ونصبه في قوالب ليها اشكال معينه، وبعد ما يجمد نطلعه من القوالب دي هنلاقي الشكل اللي احنا عايزينه. قال لي ممكن تعملها في البيت حتى. ميلت ا بيس اوف بارافين واكس اور واكس، يعني هات قطعه شمع اسمها شمع البارافين ودوبها ان ووتر باث، في حمام مائي دافي، في ميه سخنه، يعني حطها في طبق او حاجه وحطها في ميه سخنه، ميه بتغلي هتبتدي تدوب. وبعدين رول ا بيس اوف سترونج بيبر، لف قطعه ورق من الورق المقوى اللي هو بتاع مثلا كراتين الشيبسي دوت ان ذا فورم اوف سلندر، واعمله على شكل اسطوانه. Then put it in empty yogurt can، وحط في علبة زبادي فاضية. Then pass a thick thread، عدي خيط تخين through the cylinder، من السلندر using needle، باستخدام إبرة، إبرة صغيرة كده اربط فيها فتلة أو خيط وابتدي عدي من علبة زبادي من تحت، وخلي الخيط ده فين؟ في النص. وبعدين pour the melted wax in the cylinder، صب الشمع اللي دايب دوت في السلندر keeping the thread in the middle all the time، وخلي الخيط في النص طول الوقت. وبعدين remove the paper from around the wax، شيل الورقة من حوالين الواكس. After its solidification، بعد ما تتصلب وتجمد. And put the candle in a suitable glass saucer، وحطه بقى في طبق أو حطه في أي حاجة أنت عايزها. اتفقنا يا شباب؟ طبعا الأبلكيشن ده حاجة للفهم يعني مش للحفظ، مش هيروح يقول لك سمع لي الأبلكيشن. اتفقنا؟ يبقى كده احنا خلصنا تاني نوع. يبقى أول نوع كان إيه؟ الكومبليت بادي فوسلز. تاني نوع المولد. اتفقنا كده؟ اوعى الاكزامبلز تتلخبط، احفظ كل واحد بالاكزامبلز بتاعته. قال لي طب بالنسبه للكاست الطابع، قال لي الطابع عكس القالب. يعني ايه يا مستر؟ يعني لو انت معاك اي حاجه معدن في جيبك، وليكن مثلا كوين عمله معدنيه، ومعاك كلايتين صلصال، لو حطيت العمله المعدنيه على الطين وضغطت عليها، مش الصوره بتاعت العمله بتطبع على الطين؟ الطين اللي مطبوع عليه صوره العمله هو ده الكاست، ده اسمه ايه؟ كاست، طابع. اتفقنا كده؟ قال لي طب تعالى نجرب. تعالى نجرب، هات شيل صدفه وهات كلاي طين، وحط الصدفه على الطين واضغط عليها، هتلاقي الطين ده اخد ايه؟ الشكل الخارجي للصدفه، صح كده؟ هو ده الكاست. الكاست شوف بقى الديفينيشن بتاعه، it is a replica of external details، هو نسخه من التفاصيل الداخليه ولا الخارجيه؟ برافو عليكم، خليكم صحيحين. external يعني خارجي، يبقى نسخة من التفاصيل الخارجية of the structure of an old living organism، لتركيبة جسم كائن حي left after its death، تركت بعد وفاته in the sedimentary rocks، في الصخور الرسوبية. برضو الاكتيفيتي دي مش حفظ، كل اللي يهمني الديفينيشن بتاع الكاست. اتفقنا؟ طب الاكزامبلز بتاعته، قال لي عندك الكاست of furnace، اللي هو الطابع بتاع نبات السرخسيات اللي خدناه في بريب 1 السنة اللي فاتت. ها؟ خدنا الفيرنس دي السنة اللي فاتت. والفيش كاست، والطابع بتاع السمك. تمام كده؟ جميل جدا. قال لي طيب في نوت هنا بيقول لي in the sedimentary rocks، في الصخور الرسوبية، المولد or cast can be formed for once and living organism، يعني ممكن كائن واحد يتكون له مولد وكاست في وقت واحد زي الترايلوبايت، هتلاقي لي كاست وهتلاقي لي مولد. الكاست اللي هو شكله الخارجي، والمولد الشكل الداخلي. اتفقنا كده؟ قال لي طب دلوقتي هحتاج اقارن ما بين المولد والتريس. تمام؟ المولد والتريس ايه الفرق ما بينهم؟ قال لي ان المولد هو التريس of internal details of skeleton of one of living organism leaving them in the sedimentary rocks after death، انما هنا during its life، اثناء حياته. هنا الامونايت مولد فصل، انما هنا الديناصورز فوت برنت، المولد اللي هو القالب والتريس اللي هو الاثر. اتفقنا كده؟ ممكن تقراها براحتك في البيت، وهتلاقيها عندك في كتاب الفاينل ريفيجن حتى اللي موجود معاك. قال لي طب تعالى كده تشوز ذا كوريكت تيرم، اختار المصطلح الصحيح من الثلاثه دول، كاست ولا مولد ولا تريس. ها دوت، ايه رايكم؟ ده صوره النبات اللي اسمه الفيرنس مطبوعه على صخره، يبقى ده كاست. طب وده الورم ستانلز، الانفاق اللي عملتها الديدان لما كانت عايشه، يبقى دوت ها تريس. طيب الترايلوبايت، ها صخره واخده التفاصيل الداخليه بتاعه كائن اسمه الترايلوبايت، يبقى دوت مولد قالب، صح كده؟ يبقى كاست تريس مولد. تمام يا شباب؟ ممكن تجيلك صور ويقول لك ده ايه وده ايه وده ايه. قال لي اخر نوع في الانواع بتاعه
الفوسلز اللي هو البتريفايد فوسلز، الايه الحفريات المتحجره، الحفريات ايه المتحجره. ايه هي؟ قال لي they are fossils، هي fossils in which بيكون فيها المينرالز المعادن replace the organic matter، بتستبدل المادة العضوية بتاعت الأورجانيزم part by part، جزء بجزء، leaving the shape without any change، وبتترك شكل الكائن ده بكل تفاصيله بدون أي تغيير. كل اللي بيحصل إن الأورجانيك ماتيريال، المادة العضوية اللي في الأوبجكت ده أو في الأورجانيزم ده في الكائن ده، بتستبدل بمادة تانية اسمها minerals، أنواع معينة من المعادن. اتفقنا كده يا شباب؟ قال لي طب الاكزامبلز بتاعتك، قلت له عندنا الديناصورز توس، ها اسنان الديناصور المتحجره، ديناصورز ايجز البيض بتاع الديناصور المتحجر، بيتريفايد وود الاخشاب المتحجره. لحد دلوقتي يا شباب الدنيا ماشيه؟ حبيبه منى ملك، توني، كله فاهم؟ جميل جدا. ودلوقتي يا شباب تعالوا نشوف مع بعض الستيبس بتاعت البيتريفيكيشن اللي هو التحجر، ازاي الليفينج اورجانيزمز بيحصل له بيتريفيكيشن يعني تحجر، يتحول لحجاره، تمام كده؟ قال لي هاو از بيتريفايد وود فورم، يعني ازاي الاخشاب المتحجره اتحولت من خشب لحجاره واحتفظت بنفس شكلها. تعالوا نبص كده مع بعض على اول ستيب. قال لي ذا ستيمز اند ترانكس، يعني الساق والجذوع بتاعت الاشجار ديت، that are more than 35 million years ago in each، اللي عمرها بيتخطى ال 35 مليون سنة، were buried in a certain environmental conditions، اتدفنت في ظروف بيئية معينة وخاصة، تمام؟ طب وبعد ما اتدفنت، قال لي the silica اللي هو المينرالز، نوع معين كده من المعادن اسمه السيليكا، replaced the wood material، استبدل الخشب، يعني بدل مكان الخشب، الخشب طلع بره واستبدل مكانه مين؟ السيليكا. part by part، جزء بجزء، وفضلت الحكايه دي مستمره، والحكايه دي بيسموها petrification، التحجر. petrification يعني ايه؟ التحجر. طب وبعدين بعد ما حصل replacing للwood material بالسيليكا، قال لي by passing time the wood change into rocks، الخشب بتاع الشجره ده تحول لحجاره، which carry the same details of the wood، اللي احتفظت بنفس التفاصيل بتاعه الخشب without changing، بدون تغير، بدون ايه؟ تغير. ممكن تبص على الستبس هنا كده، ادي الشجره دي اتقطعت وماتت، اتدفنت بسرعه، ها بدا يحصل ريبليسنج، ان الماده بتاعت السيليكا تاخد مكان الوود اللي هو الخشب الاورجانيك ماتيريال بارت باي بارت، جزء بجزء، وفي الاخر لما جم يحفروا او لما جم يبصوا على الخشب دوت لقوه عباره عن ايه؟ صخره على شكل خشب محتفظه بنفس الشكل. اتفقنا كده يا شباب؟ ودلوقتي يا شباب فاضل نعرف يعني ايه بيتريفايد وود ويعني ايه بيتريفيكيشن، ايه هو الاخشاب المتحجره وايه هي عمليه التحجر. قال لي البيتريفايد وود they are fossils، هي حفريات، which are formed، اتكونت as a result of، نتيجه replacing wood materials، يعني استبدال الماده الخشبيه of trees بتاعت الشجر with silica، بماده ثانيه اسمها silica part by part، جزء بجزء، giving us details، وده اداني تفاصيل او اعطاني تفاصيل about the life of once an old planet، عن نبات قديم كان عايش من زمان وانا ما اعرفش عنه حاجه. طب ايه هي البيتريفيكيشن؟ it is a process، هي عمليه الconversion، التحويل، of parts of old living organism، اجزاء من كائن حي قديم، to rocky materials، الى مواد صخريه، as a result of، نتيجه replacing the organic material، استبدال المادة العضوية of organism بتاعت الكائن with minerals part by part، بمعادن جزء بجزء. ها لحد دلوقتي مفهوم يا شباب؟ ها فيرونيكا، كارين، نورهان، جمانة، فاهمين؟ that's okay، يلا نكمل. طيب لسه فاضل ايه يا مستر نتكلم عنه؟ قال لي بيقولك give reason هنا، although petrified wood look like rocks، بالرغم من ان البيتريفايد وود شبه الصخور، they are considered as fossils، بنعتبرها حفريات. ليه؟ قال لي because they give us the details about the life of once of an old living organism، يعني لانها بتديني تفاصيل عن حياة نبات قديم كان عايش من زمان انا ما كنتش اعرفه، واللي عرفني عليه هو الصخور اللي انا لقيتها دي على شكل اخشاب. قال لي كمان giving reason او give reason
the area of petrified forests منطقة الغابات المتحجرة in قطامية اللي موجودة في القطامية عندنا is called wood mountain بتسمى جبل الخشب. طب ليه؟ قال لي because it contains petrified wood look like rocks لأنها بتحتوي على أخشاب متحجرة شبه الصخور. شبه ايه؟ الصخور. اتفقنا كده يا شباب؟ قال لي دلوقتي لازم تعرف ايه هي السويتابل كونديشنز فور فوسيل فورميشن او بريزرفيشن، يعني الظروف المناسبه لتكوين الحفريات، وهما 3 كونديشنز، 3 ظروف او 3 حاجات يخلوا الفوسيل تتكون او الحفريات تتكون. اولا لازم يكون معايا هارد سكيلتون، يبقى بريزنس اوف هارد سكيلتون اوف اورجانيزم، يعني الهيكل الجامد او الهيكل الصلب بتاع الكائن موجود معايا، الهيكل موجود. The presence of hard skeleton of organism. طب وبعدين؟ قال لي the organism body must be buried immediately. لازم الجسم ده يدفن في الحال. After death بعد وفاته ومش في أي مكان. In a medium that preserve it from decomposition. في وسط يحفظه من التحلل. طيب. تالت condition. تالت شرط. قال لي the existence of suitable medium. وجود وسط مناسب. In which the mineral material replace الorganic material of the living organism، يعني وجود وسط مناسب يتم فيه استبدال المادة العضوية اللي موجودة في الكائن ده بمواد تانية minerals معدنية. اتفقنا كده يا شباب؟ ولحد هنا يا شباب تكون حلقتنا انتهت. هستناكم تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو، وكمان هتلاقوا لينك الجروب تقدر تنضموا للجروب بسرعة، واللي لسه ما عملش سبسكرايب يلحق يشترك في القناة ويدوس على زر الجرس عشان توصلوا الدروس الجديدة، وكمان ما تنساش تضغط لايك عشان ده بيشجعنا ان احنا نكمل، وكمان ما تنسوش الكومنتات بتاعتكم تحت الفيديو، وما تنسوش تعملوا شير للحلقة لكل اصحابكم وقرايبكم اللي بيدرسوا ساينس زيكم عشان تنقلوا لهم المعلومات ديت. واشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.